لكن عشان المشاهد يكون معنا في الصورة مشاهدينا نشوف أبرز البرامج اللي حتقدم من خلال شبكة الشروق، ومن ثم نعود لتعليق مع أستاذ فؤاد عبد الرحيم مدير قسم البرامج بقناة الشروق. بام 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 مو في أبو إخواني قبلة ولا بعد؟ الدخلة الدخلة هاي مو في أبو تان 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 ادتني احساس البايلوت. الناس ما بتكون عارفه الاوت اللي بيطلع حجم التعب بيكون متعوب عليه وكيف بالذات الفنان يعني الفنان عشان يكون عنده درجه ثبات كبيره في المسرح يقدم افضل الاغنيات اختيار منتقى. يعني الفنان بيقول للعازفين بيقول لهم الاغنيه الفلانيه وهم بيغنوا ما مفتكرين الموضوع ده متعوب على قدر كيف يعني في ايام من التعب والبروفات والسهر عشان كده العمل الجماعي ده مهم جدا. يعني زي ما قال الشاعر النمل تبني قراها في تماسكها والنحل تجني رحيق الشهد عوانا ده الرحيق الاساسي يعني ده الرحيق اللي احنا شفناه مع استاذ فؤاد اللي هو مدير البرامج ووعدنا انه حتكون في برمجه مختلفه ولسه نحن بنتكلم عن تنوع البرامج في شبكه الشروق. هو طبعا مسألة التنوع دي نحن بديناها في الأول بسؤال التنوع على مستوى الشاشة وبالتالي ده بالضرورة إذا أنت بيسهر على عناصر الشاشة المشكلة للمشهد البصري صحيح. بالضرورة يكون ده مخطط له على المستوى البرامجي. والتنوع هنا على مستوى البرامج هو أنت محتاج ترضي أذواق كل المتلقين صحيح. لشاشة الشروق وخاصة أن الشروق عندها إرث كبير جدا وعندها حضور في المشهد المرئي في السودان ورقم لا يمكن تجاوزه. فامتداد الليدا كان جزء من تجربة الشروق الآن إنه استفادت من عناصر الخبرة القديمة الموجودة في جزء منهم وفي نفس الوقت هي فتحت أبواب جديدة لجيل جديد مختلف شباب هو من حقهم إنه يأخذوا فرصهم. فبالتالي بروفا اللي كنا شاهدناه قبل شوية هو واحد من البرامج ذات النكهة المغايرة اللي هي إنك كيف المجهود اللي بيبذل في إنتاج أي
منتج جمالي الداعي. ده واحد من الحاجات. فخلونا هنا نقول شكرا جزيلا للمجهودات الجبارة جدا اللي قاعد يدفع فيها أخونا العشاي، وهو امتداد للأجيال السابقة للشروق، وهو الآن بمد يده لأنه يقدم تجربة مختلفة مع شباب مختلفين من أجيال جديدة مختلفة. وكذلك الأستاذ عبد الرحمن سوركتي في إخراج البرنامج.